مرحبا أيها الأبطال الصغار في درس جديد بعنوان ما أغذية الحيوانات، والذي من خلاله نريد أن نحقق الأهداف التالية: أولا، التعرف على أغذية الحيوانات في الطبيعة وتمييز أنواع أغذية الحيوانات. فهيا صغاري أو أبطالي، لاحظوا الصورة التي أمامكم وحاولوا أن تطرحوا فرضيات أو فرضية واحدة على الأقل من خلال السؤال التالي: ماذا تفعل هذه النحلة؟ ماذا تفعل؟ لاحظوا جيدا، إذن ربما تتغذى. طبعا، كيف عرفنا ذلك؟ نعرف بأن النحلة تمتص، أو أن النحل بصفة عامة يمتص رحيق الأزهار، وقد سبق وشرحت لكم ذلك. إذن جيد صغاري أو أبطالي الأعزاء، النحلة تمتص رحيق الزهرة، هذا جيد. إذن لكي نتحقق من هذه الفرضية، يجب أن نلاحظ الصويرات التالية. فمثلا، الصورة الأولى، لدينا مجموعة من الأغنام توجد في المرعى. إذن على ماذا تتغذى هذه الحيوانات؟ أو هذه الأغنام بالضبط، إنها تتغذى على النباتات وعلى العشب. نلاحظ صورة ثانية، نرى بأن لدينا صورة ثعبان وهو يتغذى على حيوان آخر. الصورة الثالثة هي لحمار يتغذى أيضا على العشب والنبات. أما الصورة الرابعة فهي لصورة فهد، لاحظوا إنه يفترس حيوان آخر بعد أن طارده. إذا إذا أردت أن أصل هذه الحيوانات، فأنا سأصل الأغنام بالنبات والعشب، وأصل الثعبان بحيوان آخر، أصل الحمار بالحيوان والعشب، وطبعا أصل الفهد بحيوان آخر لأنه يتغذى على حيوان آخر. كاستخلاص، أو ماذا يمكن أن أستخلص من خلال هذه الملاحظات؟ أستخلص بأن لكل حيوان غذاؤه المفضل في الطبيعة، يعني أن كل حيوان يختار ما يتغذى عليه بطبيعته. إذن الحيوانات تتغذى بالنباتات والأعشاب، أو تتغذى بحيوانات أخرى. هناك حيوانات تتغذى بالعشب والنبات، وهناك حيوانات تتغذى على حيوانات أخرى بعد أن تصطادها طبعا. الآن أبطالي، علينا أن نطبق ما تعلمناه في الدرس في هذا التمرين. كيف ذلك؟ علي أن أضع رقم الحيوان في خانة غذائه المفضل. لاحظوا لدينا مجموعة من الحيوانات، وكل حيوان يحمل رقما معينا، وعلي أن أكتب أرقام هذه الحيوانات أمام غذائها المفضل. نأخذ الحيوان الأول وهو من القوارض، هذا من فئة الفئران. إذن هو نقول من القوارض، يعني الحيوانات التي تتغذى على أنواع من الحبوب، فرقمها هو الرقم. هذا الحيوان هو واحد. سأكتبه، هل سأكتب أمام جزر أم غزال أم دجاج أم سمك أم حبوب؟ طبعا سأكتب الرقم واحد أمام حبوب، لأن هذا النوع من الحيوانات من القوارض تتغذى على الحبوب. نمر للأرنب، الصورة الثانية هي صورة أرنب، وطبعا الأرنب غذاؤها أو غذاؤها المفضل هو الجزر. إذا سأكتب رقم اثنان، يعني رقم الحيوان أمام الجزر. نمر للأسد، ونعرف غذاء الأسد المفضل، رقمه الحيوان هو ثلاثة، أكتبه أمام غزال لأنه يحب أكل غزال. نمر للحيوان الرابع وهو الثعلب، وطبعا رقمه أربعة، سأكتبه أمام الدجاج.
وأخيرا لدينا هذا الحيوان الكاسر، هو حيوان يصطاد الأسماك، يهاجمها من الأعلى ويصطادها، ونوع من أنواع الصقور. طبعا رقمه هو 5، سأكتبه أمام السمك. إذا أبطالي الصغار، أتمنى أنكم فهمتم الدرس، فشكرا على تتبعكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.